انا سعيد ومسرور بالوجود في الجناح ديال المملكه المغربيه في المنتدى العالمي للماء. الكلمه ديالي بسيطه، بغيت نشكر جميع الاشخاص من النساء والرجال اللي بذلوا الجهود ديالهم باش تكون المشاركه ديال المغرب في المنتدى مشرفه قويه تعكس فعلا جهود المملكه المغربيه منذ عقود من الزمان في قضيه الماء. فلذلك شكرا لكم جميعا، شكرا للجهود اللي بذلتوها، شكرا ايضا شكرا للجميع، يعني سواء كانوا مسؤولين او كانوا خبراء او كانوا في مختلف المؤسسات، كلهم كيستحقوا التقدير. وايضا جنود الخفاء اللي ربما ما كنعرفوهمش، شحال من واحد ما حاضرش كاع هنا، حتى هما الجميع. دائما انا كنقول في هذه المناسبات كل انجاز هو انجاز مشترك، هو نتيجة جهد، تضافر الجهود ديال الجميع، وكل واحد خصنا نحسوا بان عنده الدور ديالو. هو منتدى اللي كيدار كل 3 سنوات، مهم جدا بالنسبه للمغرب، لان المغرب عنده اهتمام كبير بقضيه الماء، وعنده سياسه قويه وسياسه يعني بالنسبه لمختلف الخبراء ودول العالم كيعطيوها اهتمام كبير. وهو ايضا من المؤسسين لهذا المنتدى العالمي للماء، ونذكر بانه اول دوره واول لقاء ديال المنتدى العالمي للماء تعقد في مراكش سنه 1997، وكان جلاله الملك الحسن الثاني عنده دور كبير في انطلاق هذا المنتدى. ومنذ ذلك الحين بدا بعد ذلك 3 سنوات، يعني سنه 2000 بدات اعطاء جائزه الحسن الثاني للماء، وفي كل اجتماع ديال المنتدى العالمي للماء كتكون لجنة دولية محكمة اللي هي اللي كتختار الفائز من بين المترشحين، كيختاروا واحد الجهة اللي دارت قامت بجهود مشكورة في الحفاظ على الماء أو تدبير شأن الماء أو تحسين جودة المياه أو تمكين المواطنات والمواطنين أو البشرية من الاستفادة أكثر من الماء. إذن هذه الجائزة عندها أهمية كبيرة، ولذلك الدول تهتم بها.